دور لا يقبل المزايدة واهتمام لا يوازيه اهتمام بأي قضية أخرى. هي سياسة كانت ولا تزال تتبعها القاهرة إزاء القضية الفلسطينية التي دافعت عنها مصر بدماء أبنائها وجهود ساستها. ومنذ اللحظة الأولى للتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة ومخططات تغيير الواقع على الأرض، استضافت مصر قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات القضية الفلسطينية لخفض التصعيد، وقف إطلاق النار في غزة، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط. معبر رفح البري هو الآخر كان شاهدا على تدفق المساعدات المصرية للقطاع، حيث أكدت مصر أن المعبر مفتوح من الجانب المصري منذ اللحظة الأولى بدون قيود أو شروط. ومع استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، حال ذلك دون إدخال المساعدات، لكن وبمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور، بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات للقطاع الذي تتضمن حدوده 5 معابر أخرى. كما حشدت الدولة المصرية مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش الدولي. ليس هذا فحسب، بل إن مصر استخدمت كل ما تملك من دبلوماسية لتضغط بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة. وتحملت مصر ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات. وفي سبيل ذلك قامت وما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية، للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة الكميات بالشكل المطلوب. وهكذا فإن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي تجاه الأشقاء، وستستمر في قيادة وتنظيم وحشد وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، ودعم القضية حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. أهلا بكم من جديد. لا شك أن الدور المصري في بداية أزمة قطاع غزة الحالية هو دور لا يمكن إنكاره، وبالتأكيد يعول الفلسطينيون كثيرا على هذا الدور المصري في إطار المدد الإغاثي والإنساني، وفي إطار العمل السياسي بحثا عن حلول آنية ومستقبلية لهذه القضية، كما كان يعول دائما على الجانب المصري في القضية الفلسطينية في كل مراحلها. لكن خطورة هذه المرحلة وصعوبة الوضع الإنساني والميداني في قطاع غزة ربما بيلقي بظلال أكثر على أهمية هذا الدور المصري، والذي لو لم يكن موجودا ربما لا يتصور الكثيرون كيف كان سيكون الحال الآن في قطاع غزة ولأهالي قطاع غزة. بالتأكيد ما زال سكان غزة يعانون معاناة شديدة، بالتأكيد ما زالت هناك أمور كثيرة ينبغي التعامل معها وبسرعة شديدة للغاية، ولكن هذا هو دأب القضية الفلسطينية، دائما تتحرك فلسطينيا ببطء شديد نتيجة للتعنت الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 70 عاما، والرفض البات والقاطع من الجانب الإسرائيلي لإقامة هذه الدولة الفلسطينية رغم كل ما قدم من الجانب الفلسطيني والجانب العربي بتبعية الحال من حلول وربما مناطق ومساحات للتلاقي مع الاحتلال الإسرائيلي بحثا عن حلول دائمة وشاملة لهذه القضية. نستمر في مناقشة الموضوع مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ محمد فتحي مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. شرفتك. نبدأ مباشرة بالتصريحات الأخيرة أو الخطة الأخيرة التي أعلنها بنيامين نتنياهو وقدمها لكابينت الحرب. هو يتحدث عن اليوم التالي للعدوان في غزة، وقسم هذه الخطة أو هذا المقترح إلى 3 منطلقات رئيسة. أولا على المدى القريب يتحدث عن تدمير البنية التحتية لفصائل المقاومة، استعادة المحتجزين في غزة، وضمان انتهاء تهديد الفصائل الفلسطينية لإسرائيل. على المدى المتوسط حددها بحرية العمل العسكري بالقطاع وإحباط التهديدات القادمة من غزة والاحتفاظ بمناطق عازلة وإقامة حواجز والقضاء على جميع القدرات العسكرية في غزة ومنع التطرف في جميع مؤسسات غزة والسيطرة الأمنية على غلاف غزة. هذا على مستوى المتوسط. على المدى البعيد حدد نتنياهو في هذه الخطة استمرار
معارضة الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية وربما الانخراط في مفاوضات ثنائية مباشرة مع الجانب الفلسطيني وعدم القبول بأي شروط قبل التفاوض مع الفلسطينيين. هو لم يقدم جديد، هذا هو كل ما يتم التحرك في إطاره، سواء على الجانب الإسرائيلي أو جانب الاحتلال وعلى الجانب الآخر الطرف الفلسطيني. هو لم يقدم أي جديد في هذه الخطة، ما الداعي لتقديم هذه الخطة بهذه الصورة في هذا التوقيت طالما أنها لا تحمل جديدا ولا تحمل أمرا مختلفا يمكن البناء عليه في قادم الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية، القضية الفلسطينية منذ عام 48 مرت بمراحل كثيرة جدا، كان بعض فصول محاولة طمس الهوية الفلسطينية وتصفية القضية معلن، وكان البعض الآخر غير معلن. طبعا هذه الخطة التي أعلنها بنيامين نتنياهو هو أعلنها من قبيل أنه يريد أن يقوض كل المساعي التي تسعى إلى حل الدولتين ويضع المزيد من العراقيل حتى يستمر في نهجه أو الخطة الأصلية الموجودة، وهي تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالينا من غزة ومن رفح وتصدير المشهد إلى الدولة المصرية. بعد موقف الدولة المصرية القوي والمعبر عن قوة الدولة المصرية والذي رفضت فيه الدولة المصرية تصفية القضية والتي دعت إلى العودة إلى الحل السلمي والتي استخدمت كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية وأوراق الضغط وكان آخرها محكمة العدل الدولية، كل هذه الأطر التي طرحتها الدولة المصرية تقوض وتمنع نتنياهو من تحقيق حلمه. نتنياهو فشلا ذريعا وخاصة بعد يوم 7 أكتوبر، وأظهر للعالم أنهم يعني ليست مؤسسة عسكرية وليست مؤسسة دفاع، هم مجموعة من المجرمين الذين استهدفوا المدنيين، ولذلك كل التفاصيل وكل الأطر التي تم طرحها في محكمة العدل الدولية سواء من جنوب أفريقيا أو من كل الذين تضامنوا مع جنوب أفريقيا كلها أكدت بما لا يدع مجال للشك على أنهم لم يكونوا يستهدفوا القوة العسكرية لحماس فقط، إنهم كانوا يستهدفون في المقام الأول المدنيين والشيوخ والأطفال، ولذلك الحصيلة النهائية اللي نحن نتحدث عن ما يقرب من 30,000 شهيد جلهم من النساء والأطفال والشيوخ، ليس بينهم يعني عدد قليل جدا جدا من القيادات العسكرية، وكانت استهداف القيادات العسكرية خارج نطاق فلسطين، فهو يدرك جيدا أن الموجودين في غزة والموجودين في رفح هم سكان فلسطين، هو يريد أن يضغط على العالم العربي والإسلامي وعلى الدولة المصرية وأن يصدر المشهد إلينا، ولكن الدولة المصرية بكل الخطوات التي قطعتها في يعني مساندة الأشقاء في فلسطين سواء كان من جانب المساندات أو من جانب وقف إطلاق النار أو من جانب الذهاب إلى هدنة طويلة أو من الأطروحات التي طرحت في المجتمع الدولي، كانت دور الدولة المصرية دورا مؤثرا، والأشقاء في فلسطين يدركون جيدا أن استقرار فلسطين وبقاء القضية الفلسطينية مرهون بقوة الدولة المصرية، والدولة المصرية وكل التحركات التي حدثت في الفترة التي عقبت 7 أكتوبر وحتى اليوم تؤكد بما لا يدع مجال الشك على أن الدولة المصرية دولة قوية قادرة على أن تحمل أشقاء في فلسطين، قادرة على أن ترفع الضرر عنهم بشكل أساسي، قادرة على أن تبقي القضية الفلسطينية حية ظاهرة واضحة موجودة، حتى أن خطة نتنياهو التي حضرتك تحدثت عنها ومراحل الخطة يعني ليس فيها جديد، مراحل الخطة والمزيد من السيطرة المزيد من طمس الهوية، هو يريد بكل الطرق أن يطمس هوية منطقة غزة تحديدا، يعني لأن غزة هي التي قاومت وهي التي صمدت وهي التي كبلتهم خسائر كثيرة جدا، وكل الأطر الدولية وكل الأطروحات التي قدمت أمام محكمة العدل الدولية أو حتى القضايا المفردة بشكل منفرد التي قدمت إلى الجنائية الدولية أكدت بما لا داعي مجال الشك على أنهم أجرموا وأنهم خالفوا المواثيق الدولية وأنهم خالفوا القانون الدولي، والقضية الفلسطينية تحديدا المجتمع الدولي لم يكن عادلا فيها منذ بدايتها منذ 48 وكل الأطروحات التي قدمت لهذه القضية لم يتم وضعها في إطار التنفيذ حتى اللحظة. طالما أن نتنياهو لم يقدم جديدا على الأقل لم يقدم أي شيء إيجابي يمكن أن يبني عليه الفلسطينيون
حتى ولو بادرت يعني نوايا تجاه محاولة الطلاق على أرضية ما. إذن هو نتنياهو لا يخاطب الآخر، نتنياهو يخاطب الداخل الإسرائيلي، يخاطب الحكومة المتطرفة، يخاطب من دعموه في هذه الحكومة وإئتلافه الحكومي، ولا يقدم جديدا أيضا على أرض الواقع للفلسطينيين أو للوسطاء الدوليين. السؤال هنا مباشرة، هل يتوقع أن يتم التعاطي مع هذه الخطة بإيجابية من الطرف الفلسطيني أو من الطرف العربي، أم أن هذا الطرف إجمالا ليس في حسابات نتنياهو؟ هو طرح نتنياهو غير قابل للتنفيذ قولا واحدا من القوى العربية والدولية والوسطاء. نتنياهو يحاول أن يعني يصدر للداخل الفلسطيني على أنه وضع العراقيل أمامهم، وأن هذه الخطة هي التي تحفظ أمن إسرائيل، وأنه قادر على الضغط ومزيد من الضغط على تنفيذ هذه السيناريو الذي وضعه أو الخطة التي وضعها، لكن يبقى الأمر كله في يد الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أخذنا المجتمع الدولي كله في اتجاه المجتمع الدولي كله قولا واحدا دون الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه حل الدولتين، في اتجاه رفع الضرر على الأشقاء في فلسطين، في اتجاه حتى الشعوب والحكومات، يعني حتى الذين شاندوا نتنياهو في السابق من فرنسا وانجلترا غيروا موقفهم بشكل أساسي وبشكل معلن، وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية التي شاندتهم. نعم. لكن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية، تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية مخالفة كليا وجزئيا لما تفعله على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن حل الدولتين، تتحدث عن وقف الحرب، لكنها تستخدم الفيتو، وشاهدنا أنها استخدمت الفيتو في مرات عديدة. مشروع قرار الجزائر وأعتقد أن يعني استخدام حق الفيتو يفقد المجتمع الدولي مصداقيته لدى الشعوب. المجتمع الدولي أصبح الآن على المحك، المجتمع الدولي أصبح الآن عاجزا أمام الهيمنة الأمريكية. لن نقول يعني الكيان الصهيوني ونتنياهو مجرد أدوات في يد الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول بكل الطرق أن تضغط وتستخدم القضية الفلسطينية للضغط على المجتمع العربي والإسلامي بكل الأوراق وبكل الأطر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا أن إقامة دولة فلسطينية سوف يجعل الكيان الصهيوني ليس بهذه القوة التي تدعمه من خلالها، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت كل قواتها العسكرية الموجودة في المنطقة من يعني استخدمتها في اليمن واستخدمتها في لبنان واستخدمتها في العراق. هي دائما الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون الكيان الصهيوني متعافي بشكل أساسي. هناك أمر يتعلق بالقوى الإسرائيلية أو استخدام هذه القوى الإسرائيلية سياسيا. مصر وهي وسيط الأهم في هذه القضية، ودائما ما كانت في كل عدوان إسرائيلي على غزة كان ينتهي العدوان على غزة بضغط مصري وبمحاولة لتقريب وجهات النظر أو إيجاد أرضية ما لوقف هذا العدوان. مصر مؤخرا استضافت أكثر من لقاء لقيادات أمريكية وإسرائيلية أيضا في محاولة لتقريب وجهات النظر بحضور الفصائل الفلسطينية، ومارست كل أنواع التفاهمات مع كل الأطراف. هل تذهب هذه الجهود سدى بسبب إسرائيل، أم أنه تبقى هذه الجهود لها قيمتها حين يقتنع الطرف الإسرائيلي بأنه لا طائلة ولا فائدة مما يفعله، لابد أن يجلس على طاولة مفاوضات حقيقية بين قوسين لكي يبحث عن حلول دائمة؟ يعني كل المناقشات وكل الأطر وكل الحلول التي تضعها الدولة المصرية أو أي من الدول التي تحاول أن تجد يعني مكان مشترك لوقف العدوان على أهلنا في غزة في المقام الأول وفي المقام الثاني، إدخال المشعرات بشكل عاجل ومنع اعتداء الإسرائيلي على رفح، هذه الأطر الموجودة في الحل حتى اللحظة. وبالتالي كل الأطروحات سواء كانت طرحتها مصر أو غيرها هي تبقى يعني محل ضغط على الجانب الأمريكي، لأننا عندما نتحدث عن ما يحدث هو ما يحدث في من اعتداء إسرائيلي على الأشقاء في فلسطين هو بدعم مباشر ودعم كلي وليس جزئي
من الولايات المتحدة الأمريكية، نعم. وحتى أنهم يعني كل ما يتحدثون عن حل الدولتين وعن السلام وعن النظر في الأطروحات التي تقدمها الدول المصرية أو قطر أو أي من الدول العربية التي تقدم حلولاً أو تحاول أن تجمع الفرقاء، يبقى القرار في يد الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي عندما نريد أن نقول أن هناك حلولاً حقيقية ووقف إطلاق نار، لابد أن يكون هناك ضغط قوي ومباشر من الدول العربية والإسلامية على الجانب الأمريكي بشكل معلن، لأن الجانب الأمريكي يعني آخر استخدامهم للفيتو في المرة الأخيرة كان محل استياء من كل العالم. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستطيع أن تمرر وقف إطلاق النار من خلال مجلس الأمن ومن خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن خلال كل المناشدات، حتى أن محكمة العدل الدولية هو أحد يعني الكيانات الدولية التي تتحدث عن العدالة، أصبحت الآن رغم أنها وضحت بشكل أساسي أنه يجب أن يكون الشق المستعجل أن يكون هناك وقف إطلاق نار، ولكن رغم كل هذه الأطروحات وكل المحادثات يبقى القرار في يد الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى مزيد من الضغط العربي والإسلامي، تحتاج إلى المزيد من الضغط الدولي من القوى الدولية حتى يتم تمرير وقف إطلاق النار في المقام الأول وإدخال المساعدات بشكل عاجل، وخاصة أن كل التقارير التي تأتي من غزة أو من رفح تؤكد أن هناك وضع مأساوي يحتاج إلى تدخل عاجل. طبعا اجتماع الدولة المصرية والقيادات المصرية مع القيادات من كل الدول التي ترغب في أن يكون هناك إطار حقيقي للحل هو أمر إيجابي جدا، ولن تضيع هذه الجهود يعني هباء. الدولة المصرية تسعى بكل القوى وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك تنسيق حقيقي، يعني بعيدا عن تصريحات نتنياهو العنترية التي يتحدث على أنه لن يستمع إلى أي قرار أحد ولن يأخذ برأي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود الحرب، هي من تدعم، والكيان الصهيوني كيان هش بدون الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن كل الاستهدافات التي تستهدف إسرائيل لا تستهدف إسرائيل وحدها، تستهدف أمريكا وإسرائيل في المنطقة، وبالتالي أمريكا هي شريك أساسي في العملية. إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف الحرب وتدخل المساعدات بشكل عاجل تستطيع. والنقطة الجوهرية والمهمة التي يجب أن يفهمها الجميع أن الدولة المصرية لن تسمح قولا واحدا بأن يتم تصدير القضية إليها وأن يتم التعامل مع رفح كما تم التعامل مع غزة، لأن رفح الفلسطينية هي خط أحمر حتى لمعاهدة السلام بعيدا عن كل الأطر التي يتم الحديث فيها دبلوماسيا، لكن الحقيقة الولايات المتحدة تدرك جيدا أن مصر قوية وأن الدولة المصرية إذا دخلت في أتون الحرب، وطبعا الدولة المصرية دولة سلام ولا تسعى إلى ذلك، لكنها هي قادرة على أن تدافع عن القضية الفلسطينية وألا تسمح بتصفية هذه القضية. في معقل الحديث عن المساعدات الإنسانية ووتيرة دخول المساعدات الإنسانية، بيرى البعض أنه مصر نجحت إلى حد كبير في خلق رأي عام عالمي يرى على أرض الواقع بالصوت والصورة وبالدليل وبالحضور الشخصي أن معبر رفح لم يغلق يوما ما تجاه إدخال المساعدات إلى غزة، يرى الجهد المصري مباشرة المبذول على كل مناطق الحدود فيما يتعلق بإدخال المساعدات، كما يرى العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي تجاه إنفاذ هذه المساعدات إلى قطاع غزة. إلى أي مدى أنت يعني ترى أن مصر حققت هذه النجاحات بالفعل، أم نحتاج إلى مزيد؟ لأنه البعض عنوان ذلك بالزيارات الدولية المتكررة والدائمة من شخصيات دولية كثيرة لمعبر رفح وللعريش والاطلاع على مركز التجميع المساعدات اللوجستية الخاص بالهلال الأحمر المصري وما إلى ذلك، هم يروا أن ذلك خلق رأيا عاما عالميا يرى بالفعل المجهود المبذول مصريا في هذا الإطار. طبعا الدولة المصرية في يعني خاصة في خطة إدخال المساعدات والضغط من أجل إدخال المساعدات، أكثر من 70% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة هي قادمة من مصر، يعني من مصر تحديدا، بالإضافة إلى كل ليست مصر دولة عبور لها ولكنها بلد منشأ لها. نعم بلد منشأ، والدولة المصرية رغم كل الأحوال الاقتصادية الدولة المصرية يعني قدمت مساعدات كثيرة جدا، مساعدات يعني بشكل كبير وبشكل متدفق، وشاهدنا كيف كان هناك حتى رأي عام داخل مصر من أجل يعني
تجميع الجهود من أجل مساعدة الأشقاء في فلسطين وإدخال المساعدات بشكل عاجل. الدولة المصرية يعني كل ما يتم في رفح هو معلن للجميع، الجميع يرى كيفية إدخال المساعدات، والجميع يرى الحافلات المصرية والمساعدات العربية أيضا تدخل بشكل عاجل، لكن هناك يعني عراقيل كثيرة جدا يضعها الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الصهيوني يحاول بكل الطرق أن يضع الدولة المصرية في موقف حرج مع الرأي العام العربي والعالمي، وأعتقد أنه فشل في ذلك عندما تحدث في هذا الإطار في الجنائية محكمة العدل الدولية، وعندما تحدثوا على أن مصر لم تدخل المزيد من المساعدات، وكان هذا الأمر مردود عليه بشكل عملي وبشكل فعلي، بالإضافة إلى أن كل جرائم الاحتلال الصهيوني تم يعني تسجيلها بالصوت والصورة وتسجيلها بشكل وثائقي في كل المحافل الجنائية الدولية، لكن يبقى المجتمع الدولي وتخاذل المجتمع الدولي والدور السلبي الأمريكي الغير مسبوق. يعني أمريكا تشاهد ما يحدث من مجازر ومع ذلك تستخدم حق الفيتو. أمريكا تعلن أنها مع إقامة الدولتين ومع الحلول السلمية، وهي تساعد وتساند الكيان المحتل بكل القوى، سواء قوى عسكرية أو دعم لوجستي أو حتى أفراد من الجيش الأمريكي يحاربون مع الصهاينة في غزة. هناك أمر آخر يتعلق برؤية نتنياهو لمنظمة أو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في خطة اليوم التالي لغزة التي قدمها نتنياهو ربما قبل أقل من 24 ساعة، تحدث فيها عن استبدال أونروا بمؤسسات دولية أخرى. أونروا هي وليدة النظام الدولي الذي يحمي إسرائيل، هي وليدة نظام الأمم المتحدة والتي هي أحد روافد هذه المنظمة الأممية، ومنها أيضا مجلس الأمن الذي تمارس فيه الولايات المتحدة الفيتو الذي يحمي إسرائيل على الدوام. كيف يمكن قياس رد الفعل الأمريكي على ذلك؟ يعني أمريكا هي في نفس التوقيت استخدمت قبل أقل من 24 ساعة على خطة نتنياهو أو الإعلان عنها، استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري في الأمم المتحدة، والآن نتنياهو يريد أن يقتل هذه التجربة الإغاثية والإنسانية الممتدة عبر عقود طويلة عبر الأونروا، يريد أن يقتل هذه التجربة ويستبدلها بمؤسسات أخرى ربما تسير على هواء. هذا هو نفس النظام الدولي الذي حمى ويحمي إسرائيل على الدوام، الآن نتنياهو يكفر بجزء من ويريد جزء آخر، هل هذا مقبول؟ هل هذا يحتمل التحقق على أرض الواقع أم لا؟ هو للأسف الشديد رغم أن منظمة الأونروا هي منظمة بتساعد بشكل أساسي، وبالتالي يعني الدول التي حاولت أن تتحدث عن تعليق المعونات والمساعدات لها لم تكن محقة في هذا الأمر، لأنها تدرك جيدا أن الأونروا هي جزء من المساعدات وهي جزء من رفع العناء على الشعب الفلسطيني، وبالتالي نتنياهو استهدف المنظمة وتحدث عن المنظمة، وهناك بعض الدول التي علقت المساعدات، وهذه الدول يعني أعتقد أنها ستتراجع في تلك الخطوة، وبالتالي هو يحاول بكل الطرق أن يقتل كل الإمدادات التي تصل إلى الأشقاء في فلسطين، أن يحاول بكل الطرق أن يوقف كل دعم يأتي للأفراد في فلسطين، لأنهم هو يريد أن يصدر المشكلة ويريد أن يجعل الفلسطينيين يتركون أماكنهم، وبالتالي يحاول بكل الطرق أن يضغط عليه. طيب يعني نستمر في نفس هذا الأمر ونتساءل عن سؤال أهم وأبرز، هل بالفعل يمكن استبدال أونروا وبأي حال من الأحوال بمؤسسة أخرى أممية أو غير أممية؟ هي أونروا تخضع للأمم المتحدة، يعني هي منظمة أممية، وأعتقد أن استبدالها يعني أمر لا يجوز يعني في هذا التوقيت، وخاصة أن الأونروا وعناصرها موجودين في فلسطين ومدربين ويتعاملون باحترافية شديدة، وبالتالي عندما تتحدث عن بدائل لها فأعتقد أنها هي ورقة ضغط على الشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني يحتاج كل المساعدات ويحتاج كل المنظمات الإغاثية ويحتاج كل الدعم، وخاصة أن الأوضاع الآن أصبحت مأساوية، أنت تتحدث عن يعني لا طعام لا شراب لا مأكل لا
كل المستشفيات خرجت عن الخدمة. عندما نجد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية يتحدث عن أن الوضع مأساوي وأن هناك يعني لابد أن يكون هناك تدخل عاجل من كل المنظمات، ونتنياهو يتحدث عن منظمة الأونروا ويتحدث عن رغم أنهم استهدفوها يوم قتلوا عدد كبير جدا من أعضاء الأونروا، أكثر من 99 أو 113 من أعضاء المنظمة بالإضافة إلى الطواقم الطبية الأخرى، هم مجرمين قولا واحدا. يعني تتحدث عن مجرمين يريدون بكل الطرق أن يقضوا على كل المساعدات وعلى كل الجوانب التي تقدم خدمة حقيقية لأشقائنا في غزة وفي رفح. اسمح لنا نتحول إلى دكتور جمال حويل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح من جنين. أهلا بك دكتور جمال. نبدأ مباشرة بتعليق حضرتك على ما ذكره نتنياهو في خطته لليوم التالي من العدوان على غزة، إلى أي مدى يمكن الأخذ ببعض أو بجزء من هذه الخطة أم أنها كلها غير مقبولة؟ يعني بداية تحياتي لك وتحياتي لضيفك الكريم، وتعقيبا على موضوع أروى وكانت غوث وتسجيل اللاجئين، هو هذا هدف سياسي بالدرجة الأولى ويهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وبالتالي تدعيم صمودهم ووجودهم على الأرض وتطبيق قرار 194. أما عودا على خطة أولمرت، هذه الخطة التي كان عنوانها الرئيسي هي محاولة إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأن نتنياهو يوجد عنده خطة لليوم التالي للحرب، وأيضا إرضاء سموتريتش وبن غفير بأنه لن يتنازل عن ثوابته أو عن الشعارات الكبيرة التي رفعها فيما يتعلق في قطاع غزة والسيطرة الأمنية عليه ما بعد الحرب، وأيضا السيطرة على الضفة الغربية. وبالتالي كما تحدث اليوم أولمرت في مقال في جريدتها أرض ومعريف، تحدث بأن هناك خطة لدى بنيامين نتنياهو من أجل تصفية القضية الفلسطينية والعمل على تصعيد الأوضاع في غزة وتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية من أجل إجراء عملية تهجير في الضفة الغربية وفي القدس. وبالتالي هو نتنياهو يحاول أن يسوق وأن يلعب في الوقت، وكما تعلمون أن بنيامين نتنياهو يتعامل بخباثة ويستطيع أن ينتقل ما بين ما يسمى اليمين اليمين واليمين في داخل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي، وكما رأيتم من أمس عندما ذهب إلى الكنيست الإسرائيلي من أجل التصويت على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية، صوت معه 99 عضو من الكنيست في إشارة أو حاول أن يعطي إشارة لأن المجتمع الإسرائيلي موحد والمؤسسة الأمنية موحدة وحتى الكنيست موحد فيما في حول ما يطرحه بنيامين نتنياهو. أنا أعتقد أن هذه خطة دون وجود الفلسطينيين، حتى الإدارة الأمريكية استاءت من هذه الخطة وقالت لا يمكن تطبيق أي خطة دون وجود الطرف الفلسطيني في هذا الموضوع. دكتور جمال، يعني منذ بداية هذه الأزمة يحاول الاحتلال الإسرائيلي تصدير فكرة أن هذه العملية موجهة ضد حماس أو ضد فصائل مقاومة في قطاع غزة، مستغلا ربما سيطرة هذه الفصائل على إدارة قطاع غزة منذ عدة سنوات. هذا يعيدنا إلى نقطة البدء وهو الشقاق الداخلي الذي حدث والذي جعل إدارة الضفة غير إدارة غزة، رغم أنه ومنذ بداية هذه الأزمة توحد الصوت الفلسطيني تجاه وقف العدوان على المدنيين بالمقام الأول، ولكن حين نأخذ الأمر في إطار المباحثات ووضع أطر لأسس عمل مستقبلي أو حلول مستقبلية لابد أن يكون الصوت الفلسطيني موحدا بحق. كيف يمكن حل هذه الإشكالية وبسرعة في إطار هذه الأزمة الحالية؟ يعني أخي العزيز، لو صدقنا جدلا بأن إسرائيل تستهدف حماس في غزة وهذا غير صحيح نهائيا، فلماذا تقوم بالتصعيد في الضفة المحتلة، تقوم ببناء المستوطنات وآخرها؟ بالأمس تم المصادقة أو العمل على المصادقة على 4000 وحدة استيطانية، وأيضا بناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس، وأيضا أكثر من 400 شهيد منذ طوفان الأقصى الآن و8000 أسير و700 حادث صهيوني بين المحافظات، وتم اغتيال وحرق شباب وأطفال في مخيم جنين بالأمس فقط لا غير من خلال طائرات مسيرة صهيونية. وبالتالي هذا الاحتلال يرفع شماعة حماس وبأن المعركة هي مع حماس، ولكن هو يستهدف الشعب الفلسطيني بشكل كامل. ومن هون أخي العزيز أنت وضعت إيدك على الجرح، والجمهورية المصرية دائما تبذل جهود جبارة من أجل رأس الصراع ووحدة الشعب الفلسطيني، ونحن نقول بأن على الشعب الفلسطيني وعلى رئيس أبو مازن بالتحديد وهو رئيس الشعب الفلسطيني أن يدعو فورا إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بوجود حماس والجهاد الإنساني حتى نواجه هذه الكارثة الكبرى وهذه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وبالتالي أنا قاد عليك
تجب ان نتعاطى مع هذه الكارثه الكبرى بمشروع سياسي فلسطيني نستطيع ان نقنع الاصدقاء قبل الاعداء باننا موحدين في برنامج السياسي وفي رؤيه السياسيه في دوله فلسطينيه في حدود الرابع من حزيران حسب القرارات الدوليه وايضا في اطار منظمه التحرير الممثل الشرعي والوحيد وجود حماس والجهاد الاسلامي. وانا بعتقد ان مصر لم تبذل جهدا في موضوع رأب الصدع ووحده الشعب الفلسطيني ونتمنى يعني هناك جهود روسيه لجميع الفصائل الفلسطينيه ولكن كما تعلم هذا الملف بالدرجه الاولى من يدرك ويعرف تفاصيله هي جمهوريه مصر العربيه ونتمنى ان تكون وحده وانطلاق حكومه وحده قريبا من القاهره. اشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال حويل عضو المجلس الثوري لحركه فتح من جنين، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيفي الكريم في الاستوديو أستاذ محمد فتحي مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. يعني سمعت ما قاله دكتور جمال حويل وهو يتحدث عن ضرورة رأب الصدع بين الضفة وغزة تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية دون إقصاء لأي فصيل أو أي طرف لأن هذا هو في صالح القضية الفلسطينية، لكن على أرض الواقع الآن الوقت لم يعد في صالح المدنيين في غزة، الوضع الميداني مأساوي في غزة بالتأكيد يفرض ضغوطا لم يعني ربما نرى مثلها منذ نكبة 48. توقعات حضرتك للمرحلة القادمة من حيث كيفية التعامل معها عربيا وفلسطينيا؟ طبعا الدولة المصرية دعت الأشقاء في فلسطين قبل حتى أحداث 7 أكتوبر إلى جلسات كثيرة جدا مطولة، حتى أن يعني ضيف حضرتك الكريم الدكتور جمال أشار إلى أن القاهرة لديها كل الأوراق وكل الأطر يعني، فبالتالي الدولة المصرية تدرك جيدا أن توحيد الصف الفلسطيني نقطة مهمة جدا جدا في التفاوض، وخاصة أننا اليوم نتحدث عن مرحلة جديدة. هذه المرحلة تتطلب أن يكون هناك وفاق فلسطيني حقيقي وأن تكون هناك وحدة حكومة واحدة وطنية، هذه الحكومة تشمل كل الفصائل دون إقصاء لأحد، والانقسام والفرقة الذي حدث بين الأشقاء في فلسطين في فترات طويلة جدا كان أحد أسباب عدم الضغط الدولي، يعني احنا بنتحدث منذ أوسلو لم يتم الضغط دوليا على تنفيذ حتى ما جاء في الاتفاقيات بعد 48 وحتى اليوم، وبالتالي إذا كانت هناك وحدة حقيقية في الصف وحكومة موحدة واتفاق وهذا الوقت هم أحوج إلى التوحد، وخاصة أن الفرقة كانت جزء من اضعاف القضيه الفلسطينيه، يعني احنا اذا تحدثنا عن الفرقه والخلاف الذي كان سابقا بين حماس وفتح وغيرها والجهاد وغيرها من الفصائل الفلسطينيه اضعفت القضيه الفلسطينيه ومكنت الاعداء من الاستمرار في غطرستهم وفي استهداف المدنيين وفي يعني المجازر التي يعني راح ضحيتها عدد كبير جدا حتى قبل يوم 7 اكتوبر، وبالتالي الوحده الفلسطينيه مهم جدا جدا وهو احد اطر الحل، لان عندما تريد ان يكون هناك يعني طرح دولي واجتماع دولي حول اقامه الدوله الفلسطينيه وحول يعني كل الاطروحات التي تقدم ومن يتفاوض، اذا كانت هناك حكومه وحده موحده محل توافق تجمع كل الفصائل فهذا امر مهم وامر يعني من الأمور التي تجعل القضية الفلسطينية تستطيع أن تضغط في المحافل الدولية وتأخذ حقوق الشعب المسلوبة منذ أكثر من 75 سنة، وأنت بتتحدث الآن على أن الوحدة أمر مهم وأمر إيجابي والخلاف والنزاع هو الذي أوصلنا إلى هذه الحالة، يعني نحن نتحدث عن الانقسام بين الفصائل الفلسطينية أضاع القضية وأضاع فرص عديدة جداً ويعني جعلنا نصل إلى هذا المشهد، وبالتالي لابد أن يكون هناك وقفة مع النفس وأن يتنازل الجميع من أجل الشعب الفلسطيني الذي يئن والذي يعاني، حتى أنهم إذا يعني إسرائيل ستأخذ عدم وجود سلطة موحدة ذريعة في المفاوضات الدولية، وبالتالي عندما يكون هناك سلطة موحدة وتوافق حول حكومة موحدة هو أمر مهم جدا وأمر إيجابي وأمر يجعل القضية الفلسطينية محل ضغط إسلامي وعربي، لكن الفرقة والانقسام هو يضعف الموقف الفلسطيني ويمكن الأعداء كما حدث ويحدث حتى اللحظة، لأن نقطة الانقسام الفلسطيني هي أحد النقاط التي تضعف القضية برمتها، وعندما نتحدث عن الخلافات بين القادة الفلسطينيين يعني كل الفترات التي مرت بخلافات شديدة كانت هناك ضعف كبير جدا للموقف الدولي والتعاطي مع القضية الفلسطينية، وجعلت القضية الفلسطينية يعني منذ 48 وحتى اليوم هناك أطر دولية موضوعة لحل الدولتين،
هناك أذر دولية، لم تكن هناك حكومة موحدة حتى تضغط دوليا للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في مجلس الأمن مثلا. فبالتالي الدولة المصرية عندما أرادت أن تجمع كل الفصائل الفلسطينية وأن يكون هناك وفاق بينهم، هي تدرك جيدا أن هذه النقطة المفصلية الحقيقية التي تستطيع من خلالها الأشقاء في فلسطين أن يتفاوضوا على حقوقهم الضائعة منذ 48. أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم الأستاذ محمد فتحي مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة، دمتم برعاية الله وأمني، إلى اللقاء.